هل يشعر الميت بطول بقائه في القبر؟ الله أعلم بذلك. وجاء في الحديث أن الميت إذا وضع في قبره وانصرف عنه الناس بعد الدفن أنه لا يسمع قرع نهامه، يأتيه ملكان ويدركانه ورد روحه في جسده ثم يسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ المؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: ما علمك بذلك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وعملت به أو كما جاء. فينادي مناد: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وتحوله بابا إلى الجنة، ويوسع له في قدره مد البصر وينظر إلى منزله في الجنة ويقول: يا رب أقم الساعة. فيقال له: لم نومة العروس لا يقيمه إلا أحب أهله إليه. فتمر الفترة لا يشعر بها لأنه في نعيم وفي سرور. أما المنافق والمرتاب فإذا سأله الملكان: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ يقول: ها لا أدري. فينادي مناد: أن كذب عبدي، فأفرشوه من النار، تحوله بابا إلى النار، ويضيق عليه بقبره حتى تختلف أضلاعه، ويقول: ربي لا تقم الساعة. فهذا يكون في عذاب وفي طول عذاب وشدة ألم والعياذ بالله، ويحمى عليه القبر في النار فهو في عذاب ويقاس من العذاب. ولكن مع هذا يتمنى أن لا تقوم الساعة، لأن ما بعد قيام الساعة أشد مما هو فيه والعياذ بالله. نعم.